بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم متابعي هذه القناة المباركة، قناة مصر الزراعية، قناة الناس الطيبين. والناس الطيبين ده على فكرة ده مدح، لأن في واحد يقول لك ده سيبه يا عم ده طيب. طيب يعني هنا ما يقصدش بمدح، لا، احنا بنقصد الطيبين يعني بالمصطلح القرآني الطيبات للطيبين، يبقى مقصود بالمصطلح المدح الجميل. فبحقيقي دي قناة الناس الطيبين، وكل الناس طيبين، بس يعني اكمن نعرفوا مين هم اللي بيتفرجوا على قناة مصر الزراعية. مصر كلها يبقى كلهم طيبين، اللي في الدول العربية كلهم طيبين، وهكذا. النهاردة قبل ما نبدأ الاستقبال المكالمات والاتصالات، عاوز أبدأ في مسألة مهمة وهي يعني فهمها مع بعض، وهي مسألة يعني إيه الاتساق مع النفس. يعني اتساق مع النفس، اتصالح مع نفسك. اتصالح مع نفسي ازاي؟ يعني واحد، ما انت لو صالحت مع نفسك هتبقى مع غيرك احسن. لو انت مش متصالح مع نفسك مش هتعرف تتصالح مع غيرك، لانك بتحب نفسك اكتر من غيرك. فيعني ايه التصالح مع النفس؟ التصالح مع النفس ايه؟ اللي هو ربنا قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يغيروا ازاي؟ يعني ايه تصالح؟ يعني ما بقاش عارف ان الحاجة غلط وعملها، يبقى انت جوه عند قلبك بيقولك ده غلط، وتيجي انت تعملها بعد كده يبقى قلبك خالف الجوارح بتاعتك، خالف ايديك او لسانك او بتاع. يبقى انت عارف اني بجيب سيرة فلان وعلان وتركان وده حرام، ومع ذلك انت بتعمله. كده في خصومة بين قلبك وبين الجوارح بتاعتك اللي بتعمل المعصية دي والعياذ بالله. عاوزك تتسق مع نفسك في كل حاجة. يعني ايه؟ ما تقولش انا راضي بقضاء الله وانت عمال تشتكي لطوب الارض. انا رزقي ضيق، انا مش عارف مشكله ايه. واحد يقول انا نحس، واحد يقول معمول لي عمل، واحد يقول لا. راضي بقضاء الله يعني تسلم لامر الله. اتسق مع نفسك. اعمل ايه طيب؟ عاوزك يعني بالمعنى التقريبي ولله المثل الاعلى، حط ربنا قدام عينيك. اي يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. يعني ايه؟ يعني هو اللي بيخلق الشيء وهو يختار لك، وانت ليك اختيار بسيط. بس انت لما تلاقي حاجة على غير مزاجك، لو كشف لك الحجاب لعلمت ان اختيار الله لك افضل من اختيارك لنفسك. اللي اختاره لك ربنا هو اللي حلم، بس انت مش عارف ليه. ما هو الشاشة كلها مش قدامك انت، انت شايف حتة صغيرة. هو سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض يحيط بكل شيء لا يعزب عنه مثقال ذرة، سبحانه وتعالى ما فيش حاجة تغيب. يبقى هو شايف كل اللي حواليك وكل معاك وكل مع غيرك وكل وأبعد منها وكله كله. هو كده لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يبقى أنا أسلم لاختيار الله عز وجل، أقول هو ده اللي موجود. طالما أنا عملت الأسباب اللي عليا، يعني مشيت في الأسباب عملت اللي عليا، خلاص يبقى اختيار ربنا جميل، جميل قوي. ولو صبرت عليه لنلت بعد ذلك الأجر العظيم. ليه؟ ربنا تعالى يقول وبشر الصابرين. ربنا تعالى يقول إيه؟ والله مع الصابرين. خلاص. يبقى الواحد هنا يتسق مع نفسه إزاي؟ ما يقولش والله ده أنا راجل صادق وهو عمال يكذب، او ان هو بيكذب وعاوز ابنه ما يكذبش او بنته، او عاوز الناس ما تكذبش عليه. يبقى ازاي يعني؟ يبقى انت مفيش اتساق، كده في مرض والعياذ بالله. يبقى انا ما والعياذ بالله البعيد لا يلتزم بالصدق، وعاوز الناس تبقى صادقه، وعاوز ابني يتعلم الصدق. طب يتعلمه منين؟ باماره ايه؟ يبقى ده اسمه الاتساق النفسي، اللي هو بيوصل في الاخر للطمانينه. بمعنى لو انت ماشي مع واحد كويس وبتعامله بما يرضي الله وهو بيعاملك وحش، عاوز اقول لك الاتساق النفسي اللي عندك ده والطمأنينة، الله معك انت. هو هيفضل ماشي ويضرك وماشي ويضرك، وربنا سبحانه وتعالى يدبر لك ضده. انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله.
يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. يعني البغي بتاعكم الظلم الاعتداء الكيد هيجي عليكم، بس يكون إيه؟ مسلم الأمر لله عز وجل. عشان كده لك إيه؟ سلم لنا تسلم، سلم الأمر لله. يبقى الاتساق النفسي يعني إيه؟ إني ما عملش أبقى معتقد حاجة جوه وأعمل عكسها، ده يبقى مرض. في انفصام في الشخصية، انفصام في الشخصية يعني قلبك في حتة وجوارحك والحاجات اللي جسمك في حتة تانية. ما ينفعش، خليك صادق. ليه؟ وده عدم صدق مع 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 الذات، مع النفس، مع القلب. واللي لا يصدق مع نفسه لن يصدق مع ربه ولن يصدق مع الناس. عشان كده قال لي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خليك صادق مع نفسك الأول. لأن أنا بقول لك أهو، لو واحد صادق مع نفسه صدقني هيبقى ناجح، هيبقى الناس اللي بتحبه حتى لو كادوا له ربنا هينصره عليهم. فأنا بقول لكل واحد، أنت ماشي تمام في شغلك، في بيتك، في مجال عملك، في أي حاجة، في علاقتك بربك، ماشي تمام حتى لو في أذية جات لك، اعلم بأنك منتصر منتصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم القيامة حتى في الدنيا وفي الآخر ربنا ينصرك. يبقى طالما أنت بتعمل كده وماشي متسق يبقى أنت كده هتنتصر. ومن الانتصار إيه؟ إحنا مش حالة انتقام، لا، إحنا في حالة الاتساق مع النفس، يعني أسلم الأمر لله، أعمل الصح طالما إن أنا معتقد إن هو صح من جوه، وعارف الناس قايلين لي ده صح اللي هم أهل الاختصاص. أعمل زي ما تروح للطبيب أيديني الدواء، هقول مش هاخده؟ لا هاخده. ليه؟ لأن أنا واثق في الطبيب وأهل الاختصاص، فهعمل على طول. فعشان كده بنقول الاتساق مع النفس ده ليك أنت وللي حواليك والأمة كلها. ليه؟ عشان مش في حالة نزاع أو كراهية أو في ناس بتكره ناس، لأن في بعض الناس خاصة الذين يكرهون الناس وهم كارهوا أنفسهم في الحقيقة بيوقعوا بين الناس، دي شغلتهم. فيجي بقى على إيه؟ على الفيسبوك وعلى غيره، ومش عارف ويبعت ويعمل وينشر شائعات ويعمل، مش متسق مع نفسي. لو سألته طب البتاعة دي أنت تأكدت منها؟ يقولك لا. طب ليه بتعمل كده؟ ليه بتشيعها؟ ليه بتعمل بلبلة بين الناس وحيرة بين الناس؟ أنت يعني حلو تتبسط لما الناس يجي لها بلبلة كده؟ ده احنا أمرنا العائل أمر اللي هو يزيل البلبلة والحيرة. لو واحد عنده بلبلة وحيرة يطبطب عليه، مش ان هو يزيده بالشائعات وانشر واعمل. ده بالنسبة للأفراد، ما بالك بالمجتمع كله، بالدولة، ان انا احاول اعمل كده والعياذ بالله. لا، بل ان انا امشي مع التعاون والتآلف واتسق مع نفسي حتى اتسق مع الآخرين. طيب، ودي بتيجي بالدعاء، تقول له يا رب اجعلني متسقا مع نفسي، يا رب اجعل ظاهري كباطني، سري كعلانيتي للعمل لك مخلصا يا أرحم الراحمين. طيب، قالوا لي الاتصالات، اتفضل عشان عندهم. الأستاذ محمود اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور مجد؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ الله يكرمك. أنا عندي مرض شلل الرعاش. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. الله يصلح حالك يا دكتور. فلما أجي الحمام تصاب مني نقطة كده في البول. بيعمل إيه؟ لما أدخل الحمام عشان أصاب تصاب مني نقطة في البول. يعني أعمل إيه؟ يعني نقطة البول دي بتنزل منك وانت في الحمام بس، برا لا؟ لا، ساعة ندخل الحمام على طول كده، برا لا. بعد ما بتعمل الحمام معذرة ولا أثناء، يعني بعد ما بتخلص الحمام؟ قبل ما أخلص الحمام، يعني ممكن أضخ عليها شوية مية وخلاص. يتنزل نقطة منك، أصبر شوية، معلش أصبر شوية انت في الحمام لحد ما النقطة دي تنزل وبعدين استنجى. هقول لك تعمل ايه؟ ممكن توصل لهدوم مثلا ولا حاجه. هقول لك انا يا جميل، رايحك ان شاء الله، ربنا يشفيك ويعافيك. مين معايا يا فندم؟ مين معايا؟ مدام زينب. يا الاستاذه زينب اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟ كل عام وانت بخير. وحضرتك بكل خير يا فندم. حضرتك يا فندم، فين برنامج بيزح في التلفزيون بتاع مشروعي؟ فانا كنت عايزه اجيب اعمل مشروع على الرخصه والسجل بتاع المرحوم والدي محل بقاله. فقالوا لي الضمان الرخصه السجل بتاع والدك، هل كده حرام ولا لا يا فضيله الشيخ؟ يعني انت هتعملي مشروع بضمان سجل المحل او كده، سجل التجاري؟ السجل التجاري بتاع المرحوم والدي.
طيب هقول لك ان شاء الله. ماشي يا استاذ. الاستاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. يا شيخ انا عندي كرم من النخل. ليه؟ الو. ايوه عليه. ايوه يا استاذ محمد. وحد عدى كان من تحتي بلح. بتقول عندك ايه بس؟ واحد. ايوه يا استاذ محمد واحده واحده. بتقول عندك ايه؟ انت عند حضرتك نخيل. نخيل؟ نخيل ممكن. نخل يعني نخل. طب ممكن توطي التلفزيون وتكلمني من التليفون؟ يا عم الشيخ. ايوه سامعك يا استاذ. انت عندي سعادتك كرم من النخل. عندك كرم من النخل ماشي. وايه والنخل تحتي بلح وانا عديت تحتيه وكلت من تحتي بلح، حلال ولا حرام؟ ومش بتاعك البلح يعني. البلح مش بتاعك. البلح مش بتاعي لا. طيب حاضر. الحاج عمار. اتفضل يا فندم. عليكم. وعليكم السلام وبركاته. كل سنه وفضيلتك طيب. وحضرتك طيب يا فندم. وربنا يديك الصحه والعافيه ودايما تكون بخير فضيله الشيخ. ربنا يبارك فيك. بنفتخر ان احنا عندنا علماء مثل حضرتك. ربنا يديك الصحه والعافيه. الله يحفظك ويبارك فيك يا رب. وتحملني بقى في كلامي. ربنا يبارك لك. ربنا صدق. يبارك لك يا رب. اتفضل. يزيد فضلك ربنا. احنا طبعا بالمعاش حضرتك وحضرتك احنا عندنا اصحاب حق حوالي يمكن 1500 واحد من شركه اسمها الشركه المصريه للاتصالات وكنا هي حكوميه. حضرتك احنا لنا حقوق من العلاوات نفسها بواقع ورا الارض. طوقنا ان المسؤول عن هيئه التامينات اللي هو جمال عوض يعني بينكر وفي تواطؤ مع الشركه. احنا بندعي ان احنا عقولنا دي لن تضيع وفي رقبه اللي هو المسؤول عنها. هل حضرتك دلوقتي احنا لما ندعي على ان حقنا ضايع ومش عارفين ناخده بيقولوا ارفعوا قضايا ورفعنا قضيه والقضيه في المحكمه وفي اللي بيموت مننا وما اعرفش ايه والحق واضح من واقع ورق الارض. فاحنا مش عارفين حضرتك والست الرئيس بعتنا له طرد غرفات مفيش فايده. حقنا يا فضيله الشيخ مش عارفين نعمل ايه. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك فيك. توجيه نداء من يمة حضرتك للسيد رئيس الجمهوريه. احنا حضرتك بس شركه المصري للاتصال. انا عارف حضرتك ان البرنامج واحدة حاجه ثانيه. اه يعني واحده واحده عشان احنا برنامج بقول لك بس بالراحه. احنا البرنامج بتاعنا فتاوى. يعني حضرتك تسالني وانا ارد. مش برنامج للشكاوى. في برامج اخرى للشكاوى. وعلى العموم حضرتك قلت اللي انت عاوز تقوله بس بدون ما نيجي نقول حاجه بلاش ذكر اسماء لان دي حقوق ناس يعني فما نذكرش اسماء. فحضرتك يعني تكلمت بما فيه الكفايه. اتفضل. مين معايا؟ مين معايا يا استاذ؟ الاستاذ حماده. ايوه يا باشا الاستاذ حماده معاك. اتفضل يا استاذ حماده. انا عايز كرد من رجال الاعمال. اه حرام ولا حلال؟ رجال الاعمال ده صندوق يعني صندوق. أيه. رجال الاعمال يعني هيئه اعتباريه. هيئه اعتباريه مش شخص يعني. ماشي مش كده؟ اي طيب ايه بقى السؤال؟ حلال ولا لا؟ ايوه عايز اشوف حلال ولا حرام. حاضر. طيب نرد عبال ما ايه عشان الناس ما تستناش كتير. الاستاذ محمود عنده يعني مصاب بمرض ربنا يشفيه ويعافيه يا رب هو وجميع مرضانا. بينزل منه نقطه بول بعد التبول. فانا قلت له ان هو ينتظر بعد ما يكمل التبول. احنا ما بنخش الحمام لاي حد سليم او مريض اعزكم الله. للرجال بنقول بينتظر شويه وبعدين بينظف نفسه بحيث ان بيجري بايده الشمال كده من تحت مجرى البول لحد اول مجرى البول برفق. شوف برفق دي حط تحتها 1000 خط عشان ما اصيبش نفسي باي ضرر. لو عشان لو في نقطه ولا حاجه مركونه نعملها. السيدات بينتظروا على انفسهن شويه. فلما ننتظر شويه نقطه البول هتنزل. طيب انا انتظرت ومش قادر اقعد على ركبي او مش قادر ان اقعد على القعده تعبان مش قادر. طالما كده هقوم. طيب قمت وتوضيت وانا بتوضى نزلت النقطه. لو النقطه نزلت وجرب نفسك وبينزل بعد شويه قليله نقطه تانية يبقى تتوضى
واخد بال حضرتك وتكمل الصلاه ما فيش مشكله. انما لو بتنزل على طول، انما لو بتنزل وممكن بعد ساعه ولا ساعتين تنزل، يبقى اتوضى من جديد وطهر المكان بالراحه، رش ميه بسيط كده على مكان نقطه البول. الشاهد ان احنا ما عندناش عنت ولا حرج، بنمشي بالتدريج، اول ما نلاقي ان احنا مش قادرين ننتقل للمرحله اللي بعديها وهكذا. الاستاذه زينب بتقول برنامج مشروعي، برنامج يعني كده حاجه بيساعدها عشان تعمل مشروع للمشروعات المتوسطه او الصغيره او متناهيه الصغر كما يقولون. فلو عاوزين الرخصه والسجل التجاري بتاع المحل ضمان، ينفع ده؟ اه ينفع. ليه؟ لان ده مشروع اهو اسمه تمويل، ده اسمه مشروع تمويل او هذا صندوق او هذا برنامج لتمويل المشروعات، وطالما ان هو تمويل يبقى حاجه جائزه ما فيهوش مساله الربا. الاستاذ محمد بيقول عنده قرم من النخل، يعني شجر كتير، فبيمشي نخل كتير، فبيمشي يلاقي بلح تحت واقع، ممكن ياكل منه، لو ما قدرتش تاكل ما تاكلش، انما لو انت جعان وعاوز تاكل كل بالمعروف، ولو احسن جارك قول له انا بعدي في ساعات بلحيه باكل فتتحلل خلاص. يبقى لو انا مش محتاج ما اكلش، مش محتاج الاكل يعني، لو انا جاري اقول له واستسمحه احسن، تبقى مية مية. لو انا مشيت ومحتاج بلحة بلحتين، عاوز حاجة مسكرة مش عارف ايه، بس بالمعروف مش اشيل واخد اروح البيت اوزع على الناس جاي ان انا صاحب الارض، لا بالمعروف. فانا عاوزك تمشي بالدرجات دي، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعمل بالدرجات دي. استاذ عمار اللي معاش ادي سمعنا المكالمه بتاعته، بس عاوزين نقول ان احنا نتصل بالبرنامج فيما هو للبرنامج، احنا مش معناه ان احنا ما بنسمعش الناس، لا بنسمع الناس، بس عشان فتوى، فيجي واحد عاوز فتوى ويسال، فانا شغلتي الفتوى مش شغلتي توصيل شكوى، مش شغلتي او شغله البرنامج ده لا، ولكن نسال الله عز وجل ان يعيننا على الفتاوى وان يعني يحل لنا كل الشكاوى. الأستاذ حمادة بيقول قرض من رجال الأعمال، بيبقى في صندوق اسمه صندوق رجال الأعمال، بيساعدوا الناس، بيساعدوا الناس كأنهم بيعملوا تمويل. يا أخوانا إحنا عاوزين نفرق بين التمويل وبين مسألة القرض الذي يجر نفعا اللي هو الربا. الربا أنا هديك 10 هتداري 15 بعد مدة معينة، بيني وبينك كده هو كده، هتاخد 10 مني هترجع لي 15، هقول لك لا. طب دي هيئة اعتبارية زي صندوق مشروع رجال الأعمال، برنامج مشروعي، زي أي حاجة في وزارة التضامن، زي أي حاجة في البنوك بتعمل، زي صندوق تحيا مصر ممكن يعمل كده. فالحاجات دي اسمها هيئة اعتبارية، بتديك وبتمول لك المشروع وبتاخد قدر من المكسب، ومش كبير على فكرة، بيعملوا كده بياخد حاجة قليلة، عائد قليل، فدي بتبقى مدروسة، فاسمه تمويل وليس قرضا يجر نفعا فهي حلال. طيب الاستاذ محمد يتفضل. الو. ايوه فين؟ اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ام يوسف ماشي، يعني اتفضلي يا ام يوسف، وطي التلفزيون من فضلك عشان تسمعيني. وطي التلفزيون؟ لا هو مش احنا، ده حد تاني ده. اتكلمي يا استاذه، انا سامعك بس وطي التلفزيون. ايوه يا شيخ. يا ماما اتفضلي. ايوه يا دكتور مازن. يا ماما وطي التلفزيون وكلميني. طب نرجع لمحمد، يظهر في مشكله عندها في التلفزيون او في التليفون. استاذ محمد مفيش. استاذ محمد طيب الايزر التليفونات او البتاع علق هنا، فيعني نرجع لمرجوعنا للموضوع لحد ما التعليق التليفونات ده يتصلح ان شاء الله ويبلغوني. مساله قلت ان احنا الاتساق النفسي، والاتساق النفسي ده اللي هو الاتساق المجتمعي، يعني مش مع النفس بس ومع اللي حواليا، اتصالح مع نفسك. والله لو لم تتصالح مع نفسك لما تصالحت مع احد حتى مع الله عز وجل. يعني خليك صادق مع نفسك، يعني خليك صادق مع ايه؟ مع نفسك. طالما ان انت سيدنا ابو بكر الصديق لما قالوا له جاوا من المعراج، وجي سيدنا النبي قال ده انا رحت فلسطين وطلعت للسماوات العلى، وبعدين في نفس الليله
في رحله الاسراء والمعراج جم المشركين مبسوطين قوي، مسكوا يعني حاجه على سيدنا النبي فيها كذب، مع انهم عارفين انه هو الصادق الامين لا يكذب صلى الله عليه وسلم. فجم لابو بكر بقى ايه بيقومه، يعني بيقول طب شوف عقل صاحبك عامل ايه، صاحبك بيقول حاجات ما تتصدقش. قال لهم قال ايه؟ قال ان بيقول ان راح فلسطين ناحيه الاسراء عند المسجد الاقصى وقالوش المعراج بقى في ليله واحده، واحنا بنروح في كام يوم وبنيجي في كام يوم. فقال لهم ان كان قال فقد صدق. ليه؟ ابو بكر متسق مع نفسه وعارف ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم صادق لا يكذب ابدا، فمتسق مع نفسه. فقال لهم مع انه مخالف شويه ايه للامور اللي موجوده بالعقل، قال لهم ان كان قال فقد صدق، فانه ياتيني بخبر السماء. شوف السماء بعيد عننا بقد ايه، بيقول ان في الملك نزل وقال لي كذا 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 كذا، فهصدقه في خبر السماء ومش هصدقه ان هو راح بيت المقدس وجي في ليله واحده. بس كان سيدنا ابو بكر متسق مع نفسه. طيب اتفضل. يعني انت ما يكون معاك اتصال تفضل تزن على وداني يا استاذ ونخلص الكلام، ما احنا لازم نكمل الكلام. استاذ ايه اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. بقول لحضرتك انا دلوقتي حطيت مبلغ معين في البنك وباخد الفوائد بتاعته، بس لحد دلوقتي يعني ما سحبتش اي حاجه من الفوائد دي. وبصراحه مستحرمه، هي دي فيها حاجه يعني غلط؟ مستحرمه تاخدي الفوائد؟ عشان الفوائد دي هما بيقولوا اللي هي ربا. مين اللي بيقولوا؟ انا سمعت ناس كتير. انا بس عاوز اعرف مين اللي بيقولوا، بس بسال حضرتك، هل سمعتي الازهر بيقول ربا؟ هل سمعتي دار الافتاء بيقول ربا؟ هل سمعتي احد من وزاره الاوقاف مسؤول قال ان ده ربا؟ بس كده، دول من المسؤول عن الفتوى. في حد قال كده ولا واحد شخص خرج قال كده؟ ده اللي انا عاوز اعرفه. يعني هي حلال اسحبهم؟ ايوه يا ماما اسحبي يا ماما وتوكلي على الله واستفيدي، ما تخليش الناس يعطلوكي عن الاستفاده يا استاذ. اديني جاوبتك اهو. الاستاذه ام فرح، ربنا يفرح قلوبنا جميعا. اللهم امين يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. انا ليه سؤالين كده يا شيخ. ماشي يا ماما. بص حضرتك، انا يعني من فتره ابويا توفى فتعبانه شويه يعني. فكنت قدامها يعني كنت بقرا قران والحمد لله يعني دومت على الصلاه وبقرا قران وتمام زي الفل الحمد لله يعني. بس دلوقتي حاليا يعني انا بشتغل في البيت فقصرت شويه في القران، هل ده عليا ذنب؟ عشان ما بتقريش القران لوالدك؟ لا انا بقرا لوالدي وبقرا ليا يعني ان انا اصبر نفسي و يعني قصرت يعني قصرت شويه في قراءه القران عشان خدمه البيت. فقصرت شويه مع شغلي وان انا بشتغل في البيت يعني. ماشي يا ماما. ايه تاني؟ والسؤال الثاني ان انا عندي ما اعرفش حاجات بتخيلها، ما ينفعش اتخيلها اي حاجه، ممكن اتخيل ابوي وهو نايم في القبر، اتخيل اي حاجه. يعني خيالك واسع يعني؟ خيالك واسع إيه؟ يعني خيالك واسع. ممكن يعني مثلا حتى لو سمعت حاجه برنامج ديني مثلا على النبي اتخيل النبي عليه الصلاه والسلام. طيب يعني ممكن اتخيل اي حاجه، انا يعني موضوع التخيلات دي تعبان، انا مش عايزه اتخيل اي حاجه، عايزه ابقى انسان وطبيعي. حاضر حاضر يا ماما. الاستاذه مي اتفضلي يا استاذه مي. استاذه مي السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخ ممكن اسال سؤال؟ ماشي اتفضلي يا ماما. انا الصوم من يوم السته من شوال ينفع اصوم يوم اثنين وخميس؟ سميت وباخد ثواب اثنين وخميس برضه؟ هتصوم اثنين وخميس يعني؟ يعني منها اخد ثواب الاثنين والخميس ومنها السته من شوال. وفي شوال؟ ما انا شوال قرب يخلص. ما انا عارفه انت بادئه من يعني بدات من اول شوال كده؟ حلو يعني ولا مش صح؟ طب حاضر. ماشي يا استاذ. الاستاذ علاء يتفضل. هو البتاع بيتاخر ليه يا استاذ علاء؟ معاك يا بيه معاك. اتفضل. لو سمحتوا بس لو سمحتوا اي حد عاوز يسال لو سمحتوا تسمعونا وتكلمونا من التليفون مش التلفزيون. ليه؟ كل واحد هياخد 30 ثانيه او 15 ثانيه، في 20 30 واحد ناخد وقت الناس، فعاوزين نتعامل مع التليفون بس كده. اتفضل يا استاذ علاء. بقول لحضرتك انا مقصر يعني في القران مش عارف احفظ القران زي الناس كويس.
بتقول ايه حضرتك؟ واحده واحده كلمني بالراحه من فضلك. مش عارف احفظ قران. مش عارف تحفظ؟ انت سنك قد ايه؟ ده انا سن كبير يعني حياتي 30 سنه، بس انا مش يعني اللي بحفظه بنساه ثاني. هو ده شيء طبيعي، ده حتى اللي بيحفظه بينسوه ثاني. هقول لك انا. اتفضل. طيب يا استاذ، السيده ام يوسف رجعت مره ثانيه، اتفضلي يا ام يوسف. ايوه حضره الشيخ. نعم. بص حضرتك، انا 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 مره حلفت عن المصحف وحلفت كذب. اه وبعدين انا مكفر عنه ازاي؟ يعني قلت ايه يعني زي ايه كده؟ انا جوزي قال لي امسكي المصحف احلفي ان انت ما عملتيش الحاجه دي، وانا حلفت وانا كنت عملت الحاجه دي. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب وده بيعمل معاكي كتير كده؟ لا هي المره دي بس. مره كده بس. اه طيب، وانت خفتي عشان خاطر في مشكله؟ لو انت كنت صادقه هتبقى في مشكله. وبعدين وبعدين طلع لي دلوقتي تقولي كده على الهواء، يعني جوزك افرضي جوزك سامعنا دلوقتي تعملي مشكله؟ طب انا مش عارفه انت طيبه اصلا. طيبه. طيب هقول لك يا استاذ. خلاص الاستاذ ناجي، اتفضل يا استاذ ناجي. السلام عليكم. ازيك يا مولانا؟ اهلا وسهلا يا استاذ ناجي. الله يخليك يا مولانا. اتفضل. انت عارف انا بتجيني خنقه يا مولانا، بوداك بتنفذ على والدي، ووالدي بيضايقني في الكلام يعني، بوداك عليه رغم ذلك ان انا متابع اصلا الحمد لله رب العالمين، بس عايز احفظ القران مش عارف. يعني انت بتتنرفز على والدك؟ بتنرفز انا كلام يعني، بيضايقني معايا اخويا يعني، اخويا وحش لا مؤاخذه اللفظ يعني، بيشرب مخدرات وكده، وانا مش لازم عليا الموضوع ده كله. طب والدك ماله؟ بيتخانق معايا يعني، عايزني اصرف عليه. عاوزك تصرف يعني؟ يعني والدك عاوزك تدي لاخوه يصرف يجيب مخدرات يعني يشربها؟ لا بيجيب يشرب سجاير وكده، بعد ما تجي المخدرات مخه يعني زي ما بيقول ايه، مخه خبل كده يعني مع نفسه. اه مخه تفتاح. نعم. فانا مش متقبل ان انا اجيب له سجاير او اجيب له اي تدخين يعني. اه ولو ما جبتلوش والدك هيعمل ايه بقى؟ زعلان مني. اه يعني انا عايز بس اسال سؤال، كل الفلوس اللي هتديها لاخوك هي عشان خاطر المخدرات ولا ممكن ياكل منها ومش لاقي شغلانه او رزقه ضيق او بتاع؟ عشان خاطر التدخين. التدخين بس؟ التدخين بس. هو ابوك بيدخن؟ بقول بيدخن. اه والدك بيدخن؟ بيدخن. طيب حاضر. ماشي يا استاذ. ماشي الاستاذ عبد الله، اتفضل يا استاذ عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعزك. بقول لحضرتك انا موظف حكومه وكنت عاوز اجيب قرض على مرتبي. خدت بال حضرتك؟ نعم. دي إيه بالنسبه لها شرعا ايه؟ هتجيب القرض ليه؟ القرض ده انا واخد فيه طبعا الاسكان وعليا قرض عشان اسدده، ولو ما دفعتش القرض ده انا بجيبه عشان عليا قسط لازم انا اسدده، وبقالي فتره ما سددتوش فبيجي عليا فايده. الله، ما انت هتاخد بفايده انت راخ. ما هو انا بس كل الفكره ان انا قطعه في الارض ما تروحش مني عشان انا ما عنديش سكن، قاعد بالايجار. يعني انت حضرتك دلوقتي عاوز لك سؤال، انت هتاخد القرض بضمان المرتب عشان خاطر تجيب قطعه ارض لانك ساكن بالايجار وعاوز تسكن تمليك؟ لا انا قدمت عليها وجات لي ومعايا ميعاد استحقاق. ومعاك استحقاق، لو انت اتاخرت على الاستحقاق هيحصل ايه؟ يسحب مني القطع. اه طيب ماشي. طيب نرد عشان خاطر ايه الحاجات كتيره. الاستاذه ايه انا رديت عليها في المبلغ، وان التعامل مع البنك بيسموه وضعك للمال في البنك يسمى استثمارا، اخذك من البنك يسمى تمويلا، وكلاهما جائز. وبعدين عاوز اقول زي ما قلت كده ان مش اي حد يفتي وناخد منه الفتوى، لان واحد قال ده حرام ويفضل يبلبلها بقى، لان قعدنا 50 سنه في الحرام، كل واحد يقول كل حاجه حرام. أنا في الخمسين سنة لما شفت حد غير متخصص، نادر لما الاقي واحد بيقول حرام، نادر، بس بيقول حرام على الحاجات اللي هي حرام، اللي هي قول واحد. إنما لو قولين يروح واخد الجانب الحرام، هو على طول كده. طب ليه؟ يبقى بلاش الفقه، مالناش دعوة بالفقه الظني كله، بلاش منه. نشوف أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأمة كلها اتفقت على إيه؟ الإجماع، ونعمل بيه بس، والباقي نسكت. أو كله يبقى حرام الباقي. فينفع الكلام ده؟ ده اختلاف الأئمة رحمة. يبقى ازاي احنا نقول للناس حرام كده؟ يعني مش عاوزين نطلق القول، انا بقول للمتخصص او غير متخصص بالحرام او الحلال حتى تدرس المسألة. مسألة البنوك اعقد مما نتصور، وعشان اقول لكم عشان تفتي في البنوك
لازم تكون فاهم او تستعين بالتخصصات دي، شريعة، اقتصاد، علم بنوك، علم النقود، ومع السياسات النقدية. خلاص دول لو انت لميت بيهم ودرستهم او استعنت باهل الخبرة فيهم هتعرف الفتوى الصح هتبقى عاملة ازاي، ودي اللي بتمشي بيها المؤسسات الرسمية في مصر في عندما تفتي بهذا الامر. الاستاذ طبعا استاذ ام فرح بتقول ان ابوها توفي ويظهر ان ابوها كان مقصر معها شوية، يعني معلم في حياتها حلو ومعتمد عليه في حاجات، فما مات ابوها التخيلات زادت في كل حاجة بتتخيل، اثرت في القرآن بسبب خدمة. خلاص خدمتك في البيت عبادة، وخدمتك دي يعني بساعد البيت وجزاك الله خير، عبادة بتاخدي اجر عليها. طيب اتخيل كتير، كل حاجة تخيلها، اتخيل سيدنا النبي حلو، بس اتخيليه من غير ما تعرفي الشكل ازاي، طيب حلو تخيل كده عام كان جميل، انما تخيل ابويا ميت في قربته في تربته وهو نايم، طب وبعدين يعني هنعيش الحياه كلها تخيل ولا ايه؟ نزعل عن نفسنا؟ سيبك من التخيل وخلينا في الواقع. بمعنى ايه؟ ابويا راح ومحتاج دعوه مني وماليش دعوه بالتخيل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اصلي وسلم على حضرته لعل الله ان يمن علي برؤيا حضرته في المنام صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي نعمله. اول ما يجيلك عاوز تقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتير، وتصلي على حضره سيدنا النبي كتير، ادي شغلتك يا ام فرح. طبعا استاذه مي صيام اثنين وخميس بنيه اثنين وخميس مع ست من شوال، طالما ان في شهر شوال يجوز، يجوز الجمع بين النيتين، هذا نافله وهذا نافله، يبقى يجوز الجمع بينهما، ولكن الاجراني ان شاء الله. الاستاذ علاء بيقول مش عارف احفظ القران اعمل ايه؟ ولا حاجه، سيدنا النبي بيقول ايه؟ بيقول ان هذا القران اشد تفلتا من الابل في عقولها، يعني الابل بتبقى مربوطه من ركبتها كده، بيجيبوا الساق بتاعها ويروح رابطينها في البتاع فوق ويربطوها وتفك منها، بيمثلنا وبيقرب، بيقول ايه؟ بتفضل تعمل كده لحد ما تفك. القران بيعمل من الصدر كده لحد ما يمشي، ليه؟ لانه عزيز، عاوز يقول لك هتجيبني تاني ولا هتسيبني امشي؟ اعمل ايه؟ اراجع عشان اجيب. حتى الحفاظ اللي حافظين القران الكريم ميه، القراء المشاهير اللي حضرتك تعرفهم واللي انا اعرفهم واللي انتقلوا رحمه الله عليهم، كان كل يوم يراجع خمس اجزاء، خمس اجزاء عشان ما تفلاش، ومع ذلك ممكن ايه ينسى كلمه او بتاع لان القران غالب. فانا عاوزك ايه تعمل كل يوم شويه بسيطه وتدعي ربنا يا رب ثبت القران، اللهم ثبتني في الحفظ، بس كده. طيب استاذه ام يوسف بتقول هي جوزها حلفها على حاجه ان انت ما عملتهاش وعملتها، فانا بقول لها يعني ده طبعا اسمه يمين غموس. ليه؟ ده انا قاصد ومتعمد وقالوا اليمين الغاموس يغمس صاحبه في النار. ليه؟ لان مش شهدت او حلفت على حاجه لم اشهدها، لا ده انا حلفت على حاجه عملتها وقلت ما عملتهاش بكتاب الله وبالقران او بالله العلي العظيم وحلفت يعني. فاليمين الغموس ايه بقى؟ بعضهم قال ملوش كفاره، بس احنا خلينا على بعض قال لا ليه كفاره. ايه هو؟ الاستغفار نعمله ونخلق كفاره، نطعم 10 مساكين، يبقى استغفار شديد ونطعم 10 مساكين وما نرجعش كده تاني. الاستاذ ناجي بيقول بتنرفز على والدي، ما في حد يقول السؤال اصلا غلط، ما فيش حاجه اسمها اتنرفز على والدي، في حاجه اسمها ان والدي ممكن يتنرفز عليا وانا استحمله، دي معادله صح، انما انا اتنرفز على والدي بقيت انت ابوه وهو ابنك، ما ينفعش. طبعا احنا مش عايزين نرفزه من ده ولا من ده، بس حتى الوالد لو اتنرفز على واحد انا اصبر. طب ابويا بيقول لي اصرف على اخوك، طبعا الوالد هنا غلطان بس حاسه برفق، ادي لاخويا جزء بسيط وانوي ان هو هيجيب بيه اكل ولا هيجيب حلويات، مش هيجيب سجاير ولا حاجه، عشان ابويا ما يزعلش ولا يتنرفز ولا يدعي عليا ولا يعمل، مع ان ممكن دعاء الاب يبقى ما يبقاش في محله لو كنت مثلا هديله وش المخدرات، لا مش مديله، لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، انما برضه بالرفق مع الوالد. فانا خليك ايه هنا بيسموها الحيل الشرعيه، ان انت يعني نبيه وفطن، ان انا حاضر واديله اماط المره ودي مره، وانا انت عارف الاولاد بيصرفوا وانا مش عارف ايه ودي مره وهكذا، بس مره بنيت ان انا اساعده في ضيق ذات اليد. الاستاذ عبد الله بيقول ان قرض بضمان المرتب، بيقول ان هو جاب ارض وتخصصت ليه، فهو لو الارض عاوز يعمل ايه هو بقى؟ عاوز يجيب القرض عشان يبص يا استاذ عشان الارض ما تضيعش منه. لو انت محتاج لهذه الارض اهو وهجيب قرض بضمان المرتب، كلامي دقيق، وهاخد القرض ده
عشان هسد قرض تاني لان انا محتاج يجوز بالضوابط دي، انما مش هجيب ارض عشان هبيعها بعد كده وكلام من ده وبتاع وهاخد عشان اسد قرض بقرض، لا، انما انا محتاج الارض بالفعل ومضطر هتأذي وهيترتب عليا ضرر صعب، فهضطر هرتكب اخف الضررين، او في هذه الحالة يجوز اخذ هذا القرض واسد هذا القرض الذي يعني اذا لم ادفعه سيترتب علي ضرر. نعم استاذ احمد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يرزقنا واياك العلم النافع والعمل الصالح يا شيخ. امين ربنا يحفظك يا رب. انا والدي كان عنده شقه سنه 2014 وبعد ب 100,000 بناء ان هو اتجوزني انا واخويا. ادانا انا 20,000 اخويا 20,000. وبقى 60,000 خدنا بيهم شقه وضبناها. كان عليها شويه ديون. الشقه كانت بتاعت مين؟ الشقه بتاعت والدك؟ بتاعت والد. طيب. ورثها عن والده كمان. طيب. وطلع عمره وجاب دراجه ناريه. طيب. المهم اختي لما اتزنق بيها الحال قالت ان انا ليا في ال 40,000 اللي انتوا خدتوه. ليه بقى؟ ليه يعني؟ ما هو احنا لما جت كلمتنا قلنا لها طب احنا هنعتبر ال 40,000 دول ميراث عن 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 ابي. ميراث ازاي وابوك حي وبيشتغل لك وهو حي؟ طب الميراث الميراث بعد الوفاه. طب هشرحها. يعني اختك بتقول لك احنا ليه انا ليا في ال 40,000 اللي ادهم لك انت واخوك والدي وهو حي مش كده؟ بس ده ماشي يا استاذ. ايوه الاستاذ عبد العليم اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ اهلا اهلا ازي حضرتك. والله انت وحشني ولا القمر بتاع 14 في الشهر. لا بالراحة عليا شوية. والله بقولها لك ما هي مساومة ولا انشا. الله يكرمك ويبورك يا رب. والله ده انت والله اللي راجل طيب. فضيلة الشيخ واخد بالك يعني التعب والمفاصل عندي زايدة شوية. فدلوقتي عندي مرات ابني معاها عيلين وحبت عايزة تجيب التالت والحياة زي ما انت عارف. واد وبنت. فهي في الأول باعوا الذهب من غير ما تقول لابني ولا تقول لنا، وبعدين بعد ما خلفت اول عيل قالت له بيروح يغير دبله او يجيب حاجه، قال لها ده ذهب صيني. دي حاجه. الحاجه الثانيه بيديها تجيب فطار، قالت له ده انا عايز اكل كذا وكذا، وراحت مقطعه الفلوس وراحت لابوها راضي يجيبها هي بنت خاله، واخد بالك، ومعوجه على الاخر. هل ده يرضى ربنا يا فضيله الشيخ؟ يعني انت يا حاج عبد العليم عاوزني كل حلقه اطلع اتكلم على مرات ابنك اللي تعباكوا؟ هو ابنك؟ لا انا كلمت اول مره اكلمك على مرات ابني. هو ابنك فين اصلا؟ ابني اساسا سواق. فين هو في العمليه دي كلها؟ هو كان قاعد مريح يوم بتقول له خد العيال على ما اجيب الفطار. طيب انت واخد بال حضرتك؟ قال لها خدهم انا بنام، انا لانه بيسافر اسوان والاقصر. الله يعينه. على الطريق الزراعي يا دكتور. الله يعينه. خلي بالك. والتاني واخد بال حضرتك يعني هي ولا بتجيب لنا حاجه عيش ولا تعمل لنا حاجه ابدا. هي ساكنه معاك؟ ايوه عامل لها شقه والله يا دكتور. في نفس البيت؟ والله ما بجيب جزره لما اداها منها. وهي موظفه؟ ما ابدا. معاها اولى ثانوي. طب حاضر. ثانوي تجاره. خدت بال حضرتك؟ ومعاملانا عمتها عامله شريان رئوي، ما بتقولهاش حتى اشيل مطرحك لا مؤاخذه كيس الزباله. واخد بالك؟ بكلم سيادتك جد والله ما بكذب، ربنا هيحاسبني. هو انا قلت تقدر؟ ما ده كلام. لا اصل انت بتقول انا كلمتك مره على بنت اللي هي بس بعيده عني شويه. معلش. المره دي انا حبيت اقول شرع الاسلام ايه؟ ان لما تبقى عمتها. حاضر. وانا جوز عمتها. حاضر. بيسوق بره. عيلين اتنين، الواد عنده عمليه في سقف بقه، ما تقعدش بيهم وتلف في تلف مع اي حد، ترغي نص ساعه او ساعتين في الكلام، وما تقولش ان انا اعمل حاجه لعمتي او جوز عمتي. حاضر ماشي. ايوه استاذ. الاستاذه ام روضه اتفضلي. وعليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخه عندي سؤالين. اتفضلي يا ماما. السؤال الاول، انا قاعده في بيت عيله يعني، ولما اكون معايا الصدقه راح نوديها لاي حد وكده، حد يشوفني من اهل بيتي يقول لي راح تودي دي فين، نقول لهم ده واحده جايه تروح ودي الصدقه دي، دائما نقولها مش من معايا على طول يعني. هل دي كذب بقى على طول ولا يعني إيه؟ انت حضرتك بتقولي معاكي الصدقه من فلوسك انت؟ من فلوس اني. وعاوز حد يعرف. عاوز حد يعرف ان انا مطلعاها. ماشي. وعاوزه تخرجيها بتقولي ايه بقى؟
من مثلا اهل البيت يقولوا لي راح تودي دي لمين، نقول ده فلان عطاني حاجه راح نوديه، ما نقولش لان راح نوديه. لا ما احنا عايز نعرف حد لان اللي راح نودي الحاجه دي عشان ايه؟ خايفه يعني نخش في الرياء. لا ما احنا مش عشان نخش في الرياء نكذب، خلينا يعني مش عشان الورع نقف حاجه كبيره من الكبائر هو الكذب. فطيب حاضر حاضر، سؤالك الثاني. طيب سؤالها مشي، سؤالك الثاني يا استاذه. ماشي سؤالي الثاني. لو سمحت انا في حد بينه وبينه خلاف. ماشي. طبعا انا لما الحد بيبدأ عني ولا بيحصل مشكله ممكن يعني مثلا زي اختي نكلمها ونقول لها انا زعلانه من خلاف زي ده ونفسي ان انا اصالحه ومش عارفه نصالحه. ماشي. بس بقى ايه، هل بقى لما بنتكلم عنها موضوع يزعلني نتكلم عنها انا بعد ما نسك نحس ان انا ايه اللي انا اختفتها ونميتها ياما وانا مش عارفه نصالحها ازاي؟ يعني مش عارفه تصالحيها وبتروحي تحكي لاختك عنها مثلا يعني ان عملت كذا وكذا وكذا. دحيلتي انا لا نصالحها بس مش عارفه نصالحها. مش عارفه تصالحيها ازاي؟ في حد ما يعرفش يصالح يعني. طيب هقول لك دي مشكلتنا في العصر دلوقتي عدم الصلح. طيب حاضر. مين معايا؟ طيب نرد عشان بيقول لي الوقت يعني اذف بينا. الاستاذ احمد باع والده الشقه واداله 20، باع الشقه ب 100 مثلا. وادى ليه 20,000 في حياته واخوه 20,000 وهو خد 100 بقى جاب بيها ما اعرفش ايه زي ما بيقول كده عجله ناريه ولا مش عارف ايه حاجات يعني عمل عمره. فاخته بعد ما ابوه مات تقريبا بتقول له ده ال 40,000 دول كانوا ميراث والمفروض يرجعوا ليا. كانوا ميراث. هقول لاخته لو بتسمعنا، لو كان ادى الولدين دول وقال لهم دول قرض خلاص يبقى ساعتها القرض ده يرجع يبقى تاركه بالفعل والولاد هياخدوا منه الصبيان وانت تاخدي منه. انما لو ادهم لهم ليهم بقى هبه منه ليهم كده ده ميراث ازاي يعني؟ هدخله في الميراث ازاي؟ ده تصرف بيسموه حال الحياه في حياتي. التصرف في المواريث او شيء من هذا المواريث يعني بتكون بعد وجود ميت صاحب الميراث اللي ترك الميراث صاحب التركه مات فاسمه ميراث. صاحب التركة حي وما تسماش تركة بقى، صاحب الفلوس حي يبقى يصرف زي ما هو عاوز ما فيهاش ميراث ولا مش ميراث الا لو كان قرض زي ما قلت. انما طالما اداهم كده وانت ليك كده وانت خدهم ليك مني ليك يبقى ده ما بقاش ميراث يا ماما. طيب لو انا فصلت مش على حكايته هو، انا شققتها عشان خاطر امتى تبقى ميراث لما تبقى قرض وامتى ما تبقاش ميراث لما تكون هبه. الاستاذ عبد العليم بقول له يعني حضرتك ندعي لها. يا استاذ عبد العليم حضرتك كلمتني عن بنت حضرتك قبل كده قلت لك ادعي لها، هتعمل ايه بنتك دي؟ بنتك الثانيه ادعي لهم ربنا لان انت راجل عاقل وحلو. وخلي بالك الابتلاء يكون على قدر الديانه خلاص. لما الواحد يكون ديانته حلوه وبيتحمل ربنا يديله ابتلاء اكتر. اشد الناس ابتلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. فاحنا عاوزينك ايه تدعي لها. هتروح بتعمل لناش احنا حاجه؟ ما انا مش عاوز اتكلم حاجه على الهوا ما تنفعش على الهوا. ما انت حضرتك ابنك يعمل لك، خلي ابنك يعمل لك اللي انت عاوزه، ده اللي ليك ولايه عليه. ولايه هذه المراه ولايه زوجها عليها في امور الزوجيه. انما الولايه انما من صله الرحم، نتكلم من باب صله الرحم. يا استاذه دي عمتك ومحتاجه حاجه، طب ده هي لو انت مش مرات ابنها اصلا وانت عمتك حاولي تساعديها يعني ما ينفعش. فنتكلم بالرفق في هذا الامر. ليه؟ لان مش محددين ايه حدود ده واجب ولا مش واجب، مش محددين. فعاوزين نبقى ناخد بالنا من هذا الامر يا استاذ عبد العليم. يبقى ما عليك الا ان احنا ننصحها من باب صله الرحم عشان ربنا يطول عمرك ويزيد في رزقك. ومن باب الامر الثاني حضرتك ان ده يعني عشان دي عمتك فاش حاجه، بس برفق واعملها بالدعاء وتدعو لها. الأستاذة أم روضة بتقول بيت العيلة، هي قاعدة ببيت عيلة وعاوزة تطلع صدقة فمش عاوزة تعرف الناس. أنت رايحة فين؟ رايحة أدي الناس حاجة بتاعتهم أو كنت واخدة منهم. ممكن لو هتروحي تقول إيه؟ رايحة أدي الناس حاجة بتاعتهم لأن نيتك مش كنت واخداها منهم. لا شوف بقى الفرق، عشان كده قلت إيه الألفاظ مهمة عشان مش كدب. لا نكذب أبدا ولا نخالف الواقع. فانا بقول انا رايح ادي الناس حاجتهم بتاعتهم اللي كنت واخدها منهم، ده خلاف الواقع ما ينفعش. يبقى مش هعمل ورع او اروح اتصدق معلش يعني واقول خلاف الواقع، مش عايز اقول ونكذب.
فبقول لحضرتك تقولي كده عشان خاطر يبقى الكلام صحيح. بينها وبين بقى حد خلاف، هتروح تحكي لاختها ومش عارفه تصالح، ما بدل نتكلم مع اختي اروح اتكلم مع اللي انا مخصمه طالما انا عاوز اصالحه. احنا في مشكله عندنا في بعض فئات من الناس تعرف تتخانق وتعرف قوي وبتزعل بعد ما تتخانق، طيبين على فكره، وما بتعرفش تصالح. تعمل ايه؟ روح قول للي انت مزعله انا عاوز اصالحك ومش عارف اقول كلمتين ومش عارف اتصالح. قولي كده، صرحي. بدل ما افضل اجيب بقى في سيره التانية، لاني طبعا ما هقول لاختي، مش هقول لها الحلو كله اللي عنده، ممكن هو اللي عمل كذا ونوعه في غيبه تبقى مشكله. بدل ما اروح لاختي احكي لها، او لو قلت لاختي تنصحيني بايه اصالحه ازاي واقول ايه، ماشي، بس ما اذكرش غيبه. او اروح للشخص او الشخصه دي اللي هي تخصني واللي انا عاوز اصالحها، انا متاسفه، انا ايه متاسفه، او انا اعتذر على اللي بتاعها. يا اخوانا انا قلت ثقافة الاعتذار كعبادة الاستغفار، بمعنى إذا أذنبت في حق الله أو في حق البشر تستغفر الله عز وجل. طب وبالنسبة للبشر في الحاجات العادية مش استغفار، اعتذر، يبقى اعتذار واستغفار، يبقى استغفار في حق الله واعتذار في حق البشر. يبقى إحنا كده ما تكسفش وروح أقول أنا أسفة، اعتذر، وانا بصراحه الكلام مش مساعدني، مش عارف اقول ايه، بس انا غلطانه. بس اي حد هيشوف كده هيبتدي يلين. اول كلمه اسف دي على فكره، او اعتذر، او سامحني، بتخلي اللي قدامك لو كان ايه بيلين واحده واحده، حتى لو هو شديد بيلين واحده واحده. يبقى مش عاوزك تكلمي حد بغيبه، وانما تستنصحي تصالحي ازاي، او تروحي تقولي انا اعتذر، اسفه، انا سامحني او سامحيني، انا ما اقصدش. بس دي فيها كلمتين صعبين، ولا نفسي مش عاوزه تعمل كده، دي تبقى مشكله تانية. لا، اكسر نفسيتي واروح اصالح طالما ان انا عاوز اصالح، وده بشيء مهم. طيب احنا على فكره اللي انا بقوله في الاول، ورشه العمل اللي بقولها في الاول، او اللي بيسموه الانترو اللي بعمله، او المقدمه اللي بعملها، او الموضوع اللي بقوله في الاول، ده ورشه عمل. ورشه عمل عرفناه النهارده اللي هو الاتساق مع النفس، مع الذات. صالح مع نفسك وكن صادق مع نفسك، وكن صادق مع المجتمع بتاعك. ليه؟ احنا دلوقتي في اشد الحاجه للالفه والتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نسال الله عز وجل ان يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين به، وان يزيح ويزيل ما في صدورنا من اي غم او هم او كرب او كراهيه لاحد. وابدل اللهم ذلك، وضع مكانه الحب والرفق والعاطفه والتعاون بين الناس والتسامح. اللهم يا ربنا جمل أخلاقنا بالأخلاق الجميلة، واستخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا جميعا يا رب العالمين. اللهم انصرنا على أنفسنا حتى نتعاون مع النفس ونتسق مع النفس، ونكون لله عز وجل، وحتى لا نغضب الآخرين أو نقع في المعصية بسببهم. ونسأل الله عز وجل، عاوزكم تكتروا من الصلاة والسلام على حضرة سيدنا النبي كتير، صلى الله عليه وسلم كتير. نسأله سبحانه وتعالى أن يكحل أعيننا بالنظر إلى صاحب الطلعة البهية ورؤية سيد السادات والبشرية، يقظة ومناما وحالا ومآلا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. شكرا لكم، ونلقاكم في المرة القادمة على خير إن شاء الله، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.